مصر، جمهورية مصر العربية. في حاجة أنا عقلك غايبة، تعلقني للبح بالغيبة. ومين اخترتي اغاني عاطفيه في افتتاح بطوله رياضيه؟ والله انا ما اخترتش حاجه، انا قلت اغني الاغاني بتاعتي اللي نزلت لي، اللي الناس عرفتني بيها وحبتني بيها، فقلت اغنيها. المفروض كنا نغني اغنيه وطنيه، بس يعني حصل دروب ما عرفتش اظبطها. يعني مصر وافقت على الحفله اللي كان المفروض تتعرض في جنوب افريقيا، ومصر على اخر لحظه قبلت البطوله، لان رئيس الاتحاد المصري هو رئيس الاتحاد الافريقي للرمايه. فاحنا اوريدي ابتدينا اكشن في حدود بقالنا ماكسيمم اسبوع 10 ايام، والحمد لله قدرنا في الوقت القصير دوت اللي احنا نعمل تنسيق، نعمل العرض اللي احنا وصلنا النهارده، اللي احنا نوصل اللي انتوا شايفين النهارده. يا زهرة يا ابو الحسن، يا ابو الحسن والحسين، انضميت للمنتخب من 4 سنين، وطلعت اولمبيكس 2014، طلعت الخامس في اولمبيكس نيو ريكورد، وطلعت فرنسا جبت ميداليتين ذهب في بطولة جراند بري، وثلاث ميداليات ذهب في الافريقية 2014، وثلاثة ذهب في الافريقية العربية. العالم من خلال تنظيم مصر لبطوله الرمايه السنه دي؟ انا مش عاوز اوصل للعالم ان احنا ابطال عالم في الرمايه، انا عاوز اوصل للعالم ان احنا بلد الامن والامان، ومصر هي ام الدنيا. هي دي الرساله اللي عاوز اوصلها. حاضر بالقاهرة بحوالي 20 رامي، وكل البعثة مكونة من 30 عضو. أول مرة حضرتك تشاركي في البطولة الأفريقية؟ هي تاني مرة. تاني مرة؟ في مصر. أي. وتاني مرة في مصر؟ في مصر. هي مصر محتكرة بطولات الرماية ولا إيه؟ كومون فوايفو لورجانيزاسيون إيجيبسيان دو سات كومبيتونس. ألوغ، لاني دانييغ جيتي لا. تري بيان. إي فو دير كو سيت أني أنا فيو دو لاميليوراسيون. سي تري بيان، سي ليز إيجيبسيان سون تري أكويون، سي تري كونفيديال. Voilà, et on est très content. Donc très très bonne organisation jusqu'à présent, avec une belle cérémonie d'ouverture. Merci.